دكتور، دخلت الحوزة العلمية ووصلت أن تدرس البحث الخارج، ولكنك غير معمم. شلون هذا أيضا هذا قدرت هذه المعادلة تتوازن؟ هل هي من طبيعة شخصية عبد الجبار الرفاعي أن يمسك العصا من الوسط؟ لا أعرف، أنا حقيقة عندي يعني دخلت انتقلت من القرية إلى الحركة الإسلامية ثم إلى الحوزة. بعد أن تخرجت عملت فترة معيد في معهد، ثم بعد ذلك ذهبت إلى الحوزة في سنة 78 إلى حوزة النجف. وكنت يعني اللي قادني إلى الحوزة هو العلاقة العاطفية والفكرية أيضا اللي نشأت بيني وبين السيد الشهيد محمد باقر الصدر. تمام. لأنه كانت شخصيته الأخلاقية والروحية جذابة جدا، فكان إلى أثر يعني. وانتميت إلى الحركة الإسلامية في وقتها؟ انتميت قبل هذا الوقت طبعا، قبل أن أذهب إلى الحوزة، ويعني حتى في وقت مبكر يعني أصبحت وأنا شاب في مقتبل العمر مسؤول لحزب الدعوة في أحد المناطق. طبعا أنا تركت حزب الدعوة أيضا في سنة 1985، يعني تركت العمل التنظيمي وتركت العمل السياسي وانتقلت للعمل الفكري بشكل كامل. فأما لماذا لم أتعمم؟ التعمم ليس شرطا مفروضا على كل من يدرسون في الحوزة. أنا الآن عندي بعض تلامذتي هم مجتهدين في الحوزة حقيقة وغير معممين، يعني بعض أصدقائي أيضا. ولكن خصوصا لبس يعني العمامة إلى ضريبة وإلى خصوصا فوائد. خصوصا أنا انتقلت في وقت مبكر للحوزة في قم. تمام. وهامش الحرية في حوزة قم الحرية الاجتماعية أكثر يعني من حوزة النجف، أكثر لأن المجتمع الإيراني طيب حقيقة فيها مش حرية أوسع. ولذلك أنا كان جيراننا معمم، كان الصبح يخرج إلى الدرس معمم وبعد الظهر يخرج باللباس هذا المدني بدون عمامة. طيب. وكان هذا مألوف عند الناس وما زال مألوفا أيضا. دكتور يعني أنا شخصيا ضمن هذا السياق أيضا. أنا شخصيا نعم. عندي حالة من لا أعرف يعني حالة لا أعرف كيف أفسرها، أنه أي شكل من أشكال التقييد والإلزام والرتابة لا أطيقها يعني. هذه الأشياء التي تتكرر، حتى قال لي البعض أنك أنت مزاجك مزاج شاعر لكن أخطأت الطريق يعني.